لسه مكملين حلقتنا، ولأن أكتر الحاجات اللي الشباب دايماً بيتابعوها وبيحبوا يشوفوها هي لبس وشكل نجوم الفن والمشاهير، وبيحبوا يعملوا زيهم سواء لبس أو قصة شعر أو حاجات تانية كتير. بس في فنانين في الفترة الأخيرة بقوا يثيروا الجدل شوية باللوكات اللي بيعملوها، يمكن عشان بيكون اللوكات دي غريبة أو الناس مش متعودة على الفنان بالشكل ده، شكله مختلف فعلاً. هنبتدي بالفنان عمرو دياب. في الفترة الأخيرة بدأ أنه يغير لوكات كتير بشكل متكرر. إحنا طبعاً متعودين على الفنان عمرو دياب أنه أي حاجة بيعملها الهضبة لازم تطلع موضة، ده حتى من أيام بولوفر تملي معاك. اللوك الأخير بقى اللي ظهر بيه عمرو دياب في حفلته في السعودية عمل جدل كبير على السوشيال ميديا. في ناس حبت اللوك وقالت أنه هو جديد ومختلف، وفي ناس تانية قالت أنه هو مش لايق عليه خالص ولا مناسب ليه. عمرو دياب ظهر بشعر أصفر وشنب رفيع لونه اسود، وكان لابس مجموعه اكسسوارات في ايده، وكمان التاتو اللي احنا متعودين عليه اللي كان على دراعه. كمان من الفنانين والنجوم اللي كل شويه يعمل قلق بستايلاته الغريبه هو الفنان احمد سعد، اللي ظهر اكتر من مره سواء في حفلات او كليبات بستايلات غريبه جدا خلت الجمهور يتصدم او يتفاجئ. بس من كتر ما احمد سعد بقى بيعمل لوكات غريبه وستايلات غريبه، الجمهور اتعود عليه وبقى عارف ان الستايل الغريب ده جزء من شخصيه احمد سعد. يمكن من حوالي سنة ظهر أحمد سعد في حفلة في جدة بقميص أسود شفاف، وقتها الناس انتقدت اللوك جدا، وظهر بعدها أحمد سعد في أكتر من لقاء وهو بيقول يا جماعة دي مش بتاعتي، دي شغلانة الستايلست، أنا ما كنتش أقصد إن أنا أضايق حد بلبسي في الفترة دي. وكمان ظهر أحمد سعد بقى مؤخرا على يخت وهو متصور لابس في رجله خلخال في رحلة ليه، وبرضه طبعا كالعادة أثار الجدل الكبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس كمان استغربت من الصورة. بس أحمد سعد استغرب من الانتقادات دي وقال إنه الخلخال ده مصنوع بس للرجالة، وبطريقة يعني كوميدية كده قال للناس أنا يعني عندي سوابق في حوار الترند ده، فالمرة الجاية هلبس لكم شراشيب. تامر حسني بقى مش من النجوم اللي بتثير الجدل خالص في لبس او لوك غريب، بس من فتره ظهر تامر حسني وهو حالق شعره خالص لدرجه ان في ناس معرفتش ان ده تامر حسني، يمكن لان اللوك عمر ما تامر ظهر بيه قبل كده، ونشر تامر اكتر من صوره وفيديو باللوك ده والناس اتفاعلت معاه بشكل كبير. لوك تامر كان عاجبهم جدا بس كانوا مستغربين شويه ومش عارفين هو تامر عمل اللوك ده علشان بس التصوير ولا دور جديد ولا تغيير مش اكتر. ودلوقتي بقى خلينا نروح نشوف فيديو نشر الفنان تامر حسني على حسابه الخاص على انستجرام. يلا بينا. معانا دلوقتي ابو طالب الراعي الرسمي لرابطه محب القرع، ويا ريت اللي عايز ينضم معانا يعني خلينا بقى نسيب اللوكات والشعر وتفاصيل النجوم ونروح بقى لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نستقبل ضيوفنا. استنونا.